مصر لحد دلوقتي نفذت معظم شروط صندوق النقد الدولي، ورغم كده لسه مسؤولي الصندوق بيمطلوا ومش عاوزين ييجوا يعملوا المراجعة الخاصة بصرف الشريحة التانية من قرض 3 مليار اللي مصر اتفقت عليه من الصندوق في شهر اكتوبر اللي فات. كمان في تسريبات من أكتر من مؤسسة تمويل إن الصندوق لسه بيحاول يفرض شروط جديدة ومصمم ما يعملش أي حاجة غير لما الحكومة تعمل تخفيض جديد للجنيه المصري، رغم إن رئيس الحكومة طلع بنفسه وأكد إن الجنيه مقيم بأقل من سعره بكتير. علشان كده في الفيديو ده هنقول لحضراتكم على تفاصيل يمكن بيتم الكشف عنها لأول مرة، تفاصيل هتقلب الموازين وهتغير قواعد اللعبة تماماً، وهتخلي مصر لأول مرة من سنين طويلة تتحرر من هيمنة صندوق النقد. فيا ترى إيه اللي بيحصل في الكواليس ومصر هتتصرف إزاي؟ بانكير نبض البنوك. للأسف صندوق النقد الدولي بيمارس ضغوط كبيرة جدا على مصر ومصمم على تخفيض قيمة الجنيه مرة جديدة، يا إما مفيش فلوس هتيجي مصر لا دلوقتي ولا بعدين. يعني تقدر تقول كده ان مسؤولي الصندوق بيلوي دراع مصر وبيقولوا للحكومة بكل بجاحة يا اما تنفذوا مطالبنا حتى لو ده هيدمر البلد ويخرب الاقتصاد، يا اما خلاص مش هنديكم طرق تانية. وعلشان كده وده الجديد اللي جايين نقوله لحضراتكم النهاردة من كواليس في تفكير جدي وقوي ان مصر ما تكملش اتفاقها مع صندوق النقد. ايوة زي ما حضرتك سمعت بالظبط، مصر بنسبة كبيرة أقرب إلى أنها تستغنى عن برنامج التمويل اللي اتفقت عليه مع الصندوق، لأن الخسائر اللي هتترتب على إكمال البرنامج هتكون أكبر بمراحل من أي مكسب ممكن يتحقق، ده غير فكرة الوصاية اللي بيحاول مسؤول الصندوق يمارسها على مصر. ووفقا لمصادر بنكير فبنسبة كبيرة لو الصندوق أصر على شروطه الحكومة هتبلغ المسؤولين هناك برفض الشروط دي والاستغناء بشكل نهائي عن القرض المنتظر. حاليا في مفاوضات شغالة ومصر أعلنت بكل وضوح إنها حاليا مش هتعمل أي تخفيض في قيمة العملة، لكن ما عندهاش أي مشكلة في تنفيذ باقي الشروط اللي بالفعل نفذت معظمها. طب مصر بتفكر إزاي في الملف ده؟ بص يا سيدي، الحكومة من بدري وهي شغالة على تعظيم الموارد الدولارية وعندها أكتر من حاجة شغالة عليها في الاتجاه ده، أولها طبعا خطر الطروحات الحكومية لعدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وده مشروع ضخم مصر ممكن تجني من وراه وفقا للأرقام الرسمية المعلنة حوالي 40 مليار دولار على 4 سنين بمتوسط 10 مليار دولار كل سنة. وفعلا تم الإعلان عن طرح أكتر من 30 شركة كمرحلة أولى في الاتجاه ده، ولحد نهاية 2023 متوقع مصر تجمع 2 مليار دولار من بيع بعض الشركات وهتستكمل الخطة في السنين اللي جاية. مصر كمان بدأت تظبط أمورها مع الأشقاء في الخليج، وكل المشاكل والتحديات اللي كانت موجودة وبيشتكي منها المستثمرين العرب تم حل معظمها، والرئيس السيسي بنفسه تدخل وأصدر أكتر من قرار من خلال المجلس الأعلى للاستثمار لتشجيع رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار العربية على الاستثمار بفلوسهم في مصر. بدأنا نسمع عن مشروعات بمليارات الدولارات هتتنفذ خلال المرحلة اللي جاية، منها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية مع الإمارات واللي هيتم ضخ 11 مليار دولار من خلاله في مصر، بالإضافة كمان لمشروعات ضخمة مع السعودية وقطر هيتم الإعلان عنها تباعاً. المشروعات دي هتدخل للبلد عملة صعبة وهتوفر فرص عمل جديدة. مش بس كده، عوائد قناة السويس هتتضاعف ومعاها الصادرات النفطية وغير النفطية، وفي خطة للوصول بحجم الصادرات ل 100 مليار دولار في السنة، ومعاه بالتوازي خطة لتخفيض الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية، مع كمان توطين لعدد كبير من الصناعات. طب يعني مصر لو تراجعت عن اتفاقها مع صندوق النقد ده مش هيضرنا في حاجة؟ يعني الصندوق هيسيبنا في حالنا؟ الصندوق جهة تمويل وإقراض بس، ما يقدرش يعمل معاك حاجة. كل اللي هيحصل إن مصر هترجع الشريحة الأولى اللي خدتها من الصندوق واللي بتبلغ حوالي 340 مليون دولار، ودول سهل تدبيرهم من أي مشروع من المشروعات اللي بتتعمل. كمان مصر مش ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، وأي ديون قديمة أو فوائد بتتسدد في وقتها ومفيش أي تأخير بيحصل، يعني فعلا مصر تقدر تتحرر من هيمنة الصندوق. طب ممكن جدا بس ده محتاج شغل كتير ومحتاج صبر من الناس على برنامج الإصلاح اللي بتنفذه الحكومة، محتاج شغل أكتر على مناخ الاستثمار في مصر
وعلى جذب رؤوس أموال أجنبية، لأن باختصار ومن الآخر مشاكل مصر عمرها ما هتتحل لا بالقروض والسلف ولا الاستثمار المباشر. الإنتاج هو اللي ممكن يغير كل حاجة، ممكن يحول بلد من الاعتماد على القروض الخارجية لبلد بتحقق فائض كبير في ميزانيتها. طيب كده مفيش تعويم تاني؟ الكلام اللي قاله رئيس الحكومة من كام يوم عن القيمة الحقيقية للجنيه بيقول إن مفيش أي تفكير في تخفيض قيمة العملة من جديد، لأن الحكومة شايفة إنها مقيمة للجنيه بأقل من سعره. مش بس كده، الحاجات اللي بتتعمل علشان تزود السيولة الدولارية هتخلي سعر الدولار ينخفض قدام الجنيه، وده هيزيد من قوة العملة المصرية وهيخلي مصر تتفاوض مع صندوق النقد بمنطق قوة وتقدر ترفض الشروط اللي مش عاجباها. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.